السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت أعمل معاكم ملوخية الخضراء الجميلة اللي من عند كابر، محل كابر. أحلى ملوخية هتاكلوها من إيدي، ملوخية تحفة. أول مرة نصورها مع بعض، أنا خربتها هو وخلاص. إيه هعملها؟ وادي الشوربة هي، وهنعمل بقى أحلى شوية ملوخية من عند كابر، محل مشهور عندنا في مصر. وادي الشوربة هي غليت، وادي الملوخية ونفرجيها اهو بالشكل ده، ولا احلى ولا اطعم. وادي الملوخية الخضراء الجميلة، حلوة قوي. خضار ايه؟ وادي التومة السمنة اهي، وادي الملوخية الخضراء الحلوة قوي الجميلة. وادي القشة القشة الجميلة، أحلى شوية ملوخية. حلوة أوي، أحلى شوية ملوخية تاكلوا صوابعكم وراها. أحلى طاجن ملوخية أهو بالشكل ده، احلى طاجن ملوخية من عند كابر، احلى ملوخية. وهنكمل وريكم. امسكي عشان اخليكي تصوري بعد كده. ادي الليمون، وادي بالراحة بالراحة عشان الحاجة تبقى حلوة. فراخ جميلة، ماشي. شكرا.